مواطنين يقول لك الاسوام السنة غالية برشا. السنة السنة رخص من عام الاول. كيفاش العلوش بمليون و700 مليون و400؟ مليون و700 ها هو ب 700 و 650. انا نبيعوا فيه نحن نبيعوا فيه ب 650 و 700. ما ثماش اكثر منهم. فين هالمليون ولا ب 17؟ ما ثماش. احنا هذي مهارته هذي هذي نبيعوا فيه ب 650 و 700. متكلف الكيلو ب 8000 فرنك. قنطار الشعير ب 100000 ناخذوا فيه، بالط القرط ب 17000 وب 18000. بالله كيفاش ماشي شب الفلاح؟ بالنسبه للفلاح تحت تحتيمه نتاع التكسيره نتاع ثمثم. وهاي كورونا وهاي طلع شني وهاي ما تجيش وهاي ما تمشيش وهاي ساعي محاجة ونحن عندنا كهرباء محاجة والفحص. في الفحص قاعدة محاجة قالوا له ما تعديش. هي ماشي يطير يمشي يرميهم في الواد، كان ماشي يرميهم في الواد يرميهم للذيب، نحن عندنا ذيب ياكل. هذاك هو المقصود. أكثر من هذا ما ثم شيء. بالنسبة للفلاح ساي راهي تونس الدقدقات، دقدقوا الفلاحة تونس الدقدقات، راهو ما عاد فيها حتى شيء. هذا ما نقول لك. ما ثماش الدقدق الفلاح الدقدق الدولة كاملة. يا رسول الله كيلو 100 كيلو شعير ب 100000 70 وب 80000 وما ثماش. بالط القرط ها هو ها وين ها وين وما يتاكلش ب 17000 وب 18000. هاي وين ماشي شب الفلاح يخنق روحه كي كي والناس والغوره من فوق اللي هذه يقول لك اخويا ناخذ ب 800 ب 8000 كيلو او الحاكمه مقوم ب 8000 ب 10000 13000 ما ثماش نحن 13000 نحن قاعدين نبيع فيه ب 9000 وب 8000 تو الساعه الحاضره هذايا هو هو شنو قدامي تلقاه ب 8000 و 9000 اكثر من هذا ما تلقى حتى شيء وليدي شيء ميهول القوايل والسماء والغطاء والوشواشة والهم ويزيد يجي الاخر يتكسل عليك ويقول لك لا لا خويا ناخذ ب 8000 كيلو ولا ب 9000 وهو الحاكم مقوم هك معناها شيء ميهول دقدق الفلاح دقدق الدوله هذا قداش قبل قداش نبيعوا فيه ب 700 وب 650 ب 700 مؤخر ما طار يقول لك 700 وحتى البيوع ما ثميش يقول لك 700 ويخليك وتمشي تقول هذاك 800 600 750 ما كرش معناها اسوام مش معقله بالكل هذا قال هذا ايش بدي هذا 650 700 ما كرش منه هاو أرسنو قداش تلقى فيه من كيلو معناها قلت لك الكيلو حتى ب 8000 ما تصورش هذايا 650 700 دينار هكا وما يفوت هذاك هو 650 700 واضح هكا 8 ونص هذايا ترى اجي شوف معايا هذاك قداش هذاك طالبين 8 ونص يقول لك خذ 600 نحن نقولوا 8 ونص وهم يقولوا خذ 600 هذاك الموجود كيفاش؟ بعد الكاميرا يولي مليون هات 800 وخذ. واه بعد الكاميرا. اعطيني هذاك ب 600. هاي واه هذاك نعطيك هذاك ب 600. رزق البيليك. اي رزق البيليك هذا تحكي به. عرفوا المواطنين راهو الناس. وين المواطنين هاك ما فرقتوش بين قاعد مقيل الشمس كلتني. بالله تقول. بالط القرط ب 17000 18000 علاش تقولوا بمليون هذا علاش؟ اعطيني 800 وخذ. هاي ها هو الحاضر. هات 800 وخذ. يا بابا يا حاج هذا قلت عليه 650 هذا 650 750 700 وانت قلت 650 700 حملوا ترانت دخلونا ملاغه من شوف الكاميرا ما يبيعوش لك وكان يبدا بكذا بصوم ويتبيع مش بصوم كي شفت الكاميرا لا حد تتكلموا في لغه مش يا خويا بصوم ويتبيع هذا يا خويا هذا 600 هذا ب 600000 قلت له انت قلت انا قلت لك ب 600 انا قلت ب 700 ب 750 700 لا لا هذاك ب 4 ونص ب 700 يبيعوا لك كي شفتوا الكاميرا عملت 650 700 خلينا نتفاهموا فيه هات نتفاهموا فيه هات 800 وخذوا هات 800 وخذوا يا ودي قلت 650 700 انت باش مويد دخلت طلع فيها 800 وين قلت لك قلت لكم 750 ب 800 هذا الموجود 650 قلت 650 700 قدام معناها تحب تاخذ الكيلو ب 5000 فرنك حرام عليك ليه ودي انت والله حرام عليك لا حرام عليك سامحني سامحني سامحني
يا ولدي اسمعني تو مشكل جي كاميرا ولا حاجه تسال. انا قلت 650 700 انا قلت 700 750 ولاني معناها حد شيء. انت كدوله تغلي على الفلاح العلف قداش اللي كنت تحبوا يبيعوا؟ نحب يبيعوا له كيلو ب 4000 يا ولدي. ما نحكيو اللوجيك زاد ما نحكيوش بالعاطفه صاحبي، راه وريتها بالعاطفه هذه راه ما تجيش. راه انت العلفه كي الدوله تغليها على الفلاح، الفلاح للمواطن اش باش يبيع؟ ما باش يقرا حساب هما ما تشكيش للفلاح حمالة برشكي للدولة ما عادش تشي ما عادش تشي ما تشكيش للفلاح. الفلاح يتسمى منقص لك، اسمع ريتو الفلاحة يتسمى منقص لك على القشار 10 أو 15 ألف. ولا لو قول 50 ألف والله أكثر من 50 ألف نحن ومية ألف منقصينها، منقصين مية ألف كاملة، مية ألف كاملة منقصينها. ماهيش مشكلة منك أنت، من عيطوش من عيطوش، ماهيش مشكلة منك أنت ولا من الفلاح. والله العظيم هذاك يطلب في السوق البرة ما يسموكش اقل من 700 من 750 مرحبا. اي اسمعني اسمعني، ما نحن الحاجه اللي تغلى نزيدوا الكثره عليها. كان نعملوا عام اثنين ثلاثه اربعه خمسه عوام ما نعيدوش توقت العباد الكل تترجع لكل شيء اللوطه، تترجع كل شيء اللوطه كل شيء هاي. اما احنا اللهفه نتاعنا العلوش مليون و200 يمشي يعمل قرض برج وليا. تحبوا تعرفوا الفضح؟ اجوا للروحي وشوف العلف تيجي الالف، شوف الاستعمار في الروحي في العلف. تيجي الشاير ب 42 ألف، قانون الحاكم يبيعونا فيه ب 80 دينار القنطار وب 100 ألف. شكون يبيع فيه؟ الفلاح الاخر الفلاحه نتاع الاشتراك النيابات، احنا نقصوه من عند الدوله بنوع وهم يبيعوهن بنوع النيابات. بلقيش هاوي يا ريتك بلقيش هذيك هذيك ب 17 ألف، انا حتى الماكله ما تاكلش ب 17 ألف. ويقول لك اخوي انا نبيعك ب 17 ألف ويزيد يقول لك هذه ب 17 ألف برا صور هاني نبيع في القرد. قول وصلت السنه في الشتاء بالت تبن مش قرد ب 18 ألف ب 18 ألف. تذكرت العلفه بقداش تاخذ فيها؟ يا ودي كنا ناخذ فيها ب 40 ألف، صبحة اليوم ب 80 ألف. استنى من سكرت العلفه قداش كنت تاخذ فيها وقداش ولت؟ تول شطر زيد كنا ناخذ فيها ب 50 ألف ولا ب 100 ألف. العلفه اللي يحكي لك عليها ما تاكل معناها ريتها ما نقولوا نحن زارعينها في هكتار، الهكتار يجيب لك ثلاثه اربعه تحسبوا انت معناها يزرع ويقد ويعمل ودرا شنو، من بعد يجي يبيعها الفلاح ب 90 وب 50 برسمك. شنو باش توقعوا انت الفلاح يبيع للمواطن؟ كيفاش باش توقعوا يبيع؟ الكيلو اللحم باش يحسبوا لك حتى ب 50 ألف ما على بالوش كيما الدولة تحسب له، فهمتني؟ معناها راهي سلسلة مربوطة ببعضها. راه وريتها كان ما الدولة تحسب، ما الفلاح يحسب للمواطن، ما المواطن يشري. الفلاح ملزوم عليه باش يشري، ما نجمش يخليها بالشر، ما نجمش يضيعها. راهو هذاك المقصود نتاعو. عندي الكاميون عملوا نجيبوا فيها ب 120 ألف كارية من روحية سنين ب 200 ألف. 200 ألف جبت 18 نعلوش وصبحة تترت المزود 200 ألف. شوف المزود كل يوم يزيد المزود، وكان طول النهار في الروحية وطول في النيابات وطول في الناس كيفاش تداهم على العلف وتداهم على الشعية تنسى الحياة نتاعك. تقول هذه تقول هذه دولة والله ب 100 ألف نشروا فيه وال 50 كيلو ب 70 ألف اللي هو قانون الحاكم ب 44 ألف. قلت دار الشعير ب 44 ألف نقصوهم من الاتحاد، رانا نقصوهم من الاتحاد ب 42 ألف نشروه ب 100 ألف القنطار نخلصوا عليه. راهو في الاشتراك اشكارة السداري ب 12500 ناخذوا فيها ب 15 دينار والله ب 30 ألف وب 35 هذه ناخذوها ب 15 ألف. راهو قانون الحاكم ما كي يبيعها لبرا منشنوار يبيعها ب 30 ألف. سرقة أكثر من السرقة، أكثر من السرقة غادي أكثر من السرق، مش سرق استعمار. اللي هو كيف يبيع ب 12500 ويبيعها لي نتاع النيابة ب 15 ألف وبعد يبيعها ب 30 ألف، شنو معناه؟ العلوش في كرشمو من يسولدوهم ويحسبوه له ب 40 ب 50 ألف ب 400 ب 500 ألف. يجي يوكلوا هو عام كامل ويجي لهنا يجي مواطن عليه حشاك ويقول له لا يا خويا ناخذ ب 600 ولا ب 650 وهك بعته وهك تبيع فيه غالي، فين وهالغلي؟ شي يدوخ 800 مليون مليون و 200 عندك ما تحكيش شو تقول يا اخي؟ تزرعك وتمشي تولي فهمت؟ ما عادش فاهم شيء. عطى المواطن الشهار ما عادش قادر على ما يعلوش. هذيك الشهار كيف الشهار كلها كيف كيف تو. كل الشهار كيف الشهار شي مليون يعلوش بمليون عليه بو. مش لازم والفلاح يقول لك متكلف عليه العلوش.
خف اللي يحب يتكلم عليه المواطن شنو ذنبه زاد؟ شنو ذنبه واحد ولد ولا ابو ولا عم ولا يحب يعايد زاد؟ شنو منين جاتو المليون مليون ميتين شغالوش؟ ياخذ فقوس قد هكا؟ 600 ولا 700 ما ياكلش عيلة؟ فهمت خويا؟ ربي يقدر خيرك هكا. انت حسب رايك انت سنة برشا مواطنين واش باش تدخل تتعايد؟ نتصور 50% مش صعيدي نتصور هكا. هاك شوف قحبة فيها ها يصير لي سوم يتعد لي سوم يتعد.